عايز اديكم مثال على محمد صلاح. كل يوم هجيب لكم مثال في العالم على واقعه محمد صلاح وعدم الانضمام للمنتخب واتهامه ان هو ازاي ما انضمش للمنتخب. احنا مش منتخب صلاح يا كابتن. والكابتن حسام والكابتن ابراهيم مساهمين في الفكره دي، وان كان بداوا يتخلوا عنها وبيحاولوا ان الدنيا تتظبط الفتره الاخيره، لكن من الاول التناول كان وحش. ميسي، ليونيل ميسي، هذا اللاعب العظيم الارجنتيني مش رايح منتخب الارجنتين في التوقف الدولي. استبعاد ميسي من قائمه الارجنتين للاصابه، وقال لك ان هو في الماتش الاخير بتاع النديل الامريكي قال لك اصابه خفيفه كده طفيفه، يعني مكتوب كده حتى في الخبر اهو، في اوتار الركبه اليمنى، فاعتذر عن الانضمام للمنتخب الارجنتيني. انا عايز الشباب في الاعداد يخش يجيب لنا بطن ميسي في الموضوع ده. هل راح للدكتور بتاع الارجنتيني المنتخب الارجنتيني عرض نفسه على هناك؟ هل المدرب الارجنتيني قال لازم يجي يعرض نفسه على الدكتور، احنا مش مصدقين ميسي لازم يجي؟ هل جاب التقرير بتاع انتر ميامي؟ هي طبعا اصابه مضروبه، هو عايز يريح مش عايز يروح يعني. قال لك اصابه طفيفه جدا، يعني قال اي قاموا مخرجينه اخر 10 دقائق ولا 5 دقائق ولا 3 دقائق عشان خاطر يعني ما راحش المنتخب. الناس اللي من نفسنا اللي زيي بتحللها كده. ف عايز اعرف تناولوها ازاي؟ يعني هل الاعلام مثلا في الارجنتين اتهم ميسي بالهروب؟ هل اخواتنا المشجعين في الارجنتين في الترندات بتاعتهم على اكس لا تويتر يعني اتهموا ميسي بالهروب؟ هل المدير الفني للارجنتين اتهم ميسي بالهروب؟ هل طلب ان ميسي لازم يجي ويقابل الدكتور عشان يقول مصاب ولا مش مصاب؟ الدكتور ابو العيله بتاعهم؟ هل كده ولا لا؟ جبت لكم مثال رياض محرز. رياض محرز المدرب اللي تشيكي بتاعهم الجديد، مش هو تشيكي باين المدرب الجديد بتاع سويسري صربي بسويسري صربي بيتكوفيتش قال لك انا كلمت رياض محرز ساعة، قال لي بص لبيتكوفيتش، يعني قال له ده بيتكوفيتش اللي بيحكي رسمي، دي تصريحات رسمية يعني. يعني انا مش عارف احنا عندنا التصريح ده ولا لا، لكن والله حصل كده. شوفوا لي التصريح ده يا جماعة بسرعة كده بعد اذنكم. فالراجل قال لك ايه؟ قال لك انا كلمت رسمي الراجل الدكتور سوري رياض محرز، وقال لي انا مش جاهز. ليه يا كابتن؟ قال له مش جاهز، حاسس ان انا مش فورمه، مش بقى مصاب ولا بتعالج ولا كان مصاب قدام عينينا في كاس الامم وقعد شهرين يتعالج، لا قال انا مش فورمه كده، حاسس كده اني مش مظبوط يعني محتاج شغل. ايه اللي حصل بقى؟ قال له ولا حاجه، تيك يور تايم، مش مهم، ريح، لما ترجع لمودك وتلاقي نفسك مرتاح ومبسوط احنا جاهزين. وطرياد محرز ومنتخب الجزائر، واول مره الراجل يمسك، ده الراجل ده لسه ماسك بعد جمال بالماضي اول معسكر ليه زي حسام حسن بالظبط، نفس الكيس بالظبط. حد بقى قال محرز الخاين، اخواتنا في الجزائر خشوا كده على الجزائريين كده، هل اتهموا محرز بالخيانه؟ انا عايز اقول لكم بس ايه في الاخر الحوارات دي يعني، وانا جبت لكم مثال على مستوى العالم ميسي، وجبت لكم مثال على مستوى العرب بعد نجومية الرهيبة اللي صلاح يجي بعديه بشوية رياض محرز على طول يعني. ولو ان دياز دلوقتي انضم لمنتخب المغرب محدش قدهم، نجم ريال مدريد يعني هيخش في اطار برضه نجوم العرب اهو. ادي المدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر بيقول اتكلمت مع محرز طلب مني وقتا ليفكر في مستقبلي مع المنتخب. عادي عادي. الحفاظ على النجوم، خد بالك الحفاظ على ده، النجوم دي ثروة المنتخب.
الكرة ثروتها النجوم. يعني انك تحافظ في الاهلي على بحيث ان الشحات وعلى كهربا وعلى بيرستاه وعلى الشناوي وعلى عبد المنعم وعلى هاني وعلى ياسر وربيعه ومعلول وروان مش عايز انسى حد يعني وقفشه يعني وامام وكوكا يعني مش عايز انسى حد. هو ده ثروه الاهلي. والزمالك شيكابالا وزيزو وعبد الله وناصر والونش دي ثروه الفتوح وهكذا. النجوم يا ثروه كرة القدم. احنا لا. احنا كابتن. ما نبقاش منتخب صلاح. لا يا رجالة. ان شاء الله خير. مصر. طب ما احنا كلنا بنقول مصر. وفي حد وطن احسن من حد? في حد وطن اكتر من حد? مش فاهم. ايه المزايدة دي اللي بينا فيها دي? طيب.